إخوتي وأخواتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نور لجميع الأمم. أصلي أن يكون هذا البرنامج سبب بركة لحياتك، لكي تستمتع بنور المسيح في حياتك. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. قال الرب يسوع: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. إخوتي وأخواتي، أصلي أن نور المسيح يشع في قلبك وفي حياتك اليوم. أحباء المشاهدين، لربما تعامل الله معك بطرق متنوعة، وعلى فكرة رسالة الخلاص هي رسالة واحدة كما يعلم الكتاب المقدس، لكن الله يتعامل بطرق مختلفة مع كل شخص. لربما يستخدم ظروف، لربما يستخدم أشخاص، لربما يستخدم الكتاب المقدس، لربما يستخدم حادثة معينة في حياتك، كلها بسبب محبته لكي يجتذبك إلى الخلاص. لربما شاهدت البرنامج سنين طويلة واستمتعت بالبرنامج، ولربما سمعت عن الأخبار السارة مرارا، سمعت عن خلاص المسيح كثير من المرات. أحبائي، لا تؤجل الخلاص. في هذه الحلقة سنلتقي بشخص ونتعرف كيف تعامل الله معه حتى اجتذبه أخيرا لنفسه. إخوتي وأخواتي، إذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار، نحب أن نسمع منكم، نسمع تعليقاتكم. سيظهر العنوان على الشاشة في نهاية هذا البرنامج. أحبائي، دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة للأخت ليديا شديد: يرويني بحنانك.
إخوتي وأخواتي المشاهدين، يسرنا أن نستضيف في برنامج نور لجميع الأمم الأخ المحبوب القس عماد خوري. أهلا وسهلا أخ عماد. مرحبا أهلين أخ نزار، وأنا مسرور أن أكون في هذا البرنامج اللي بيمجد اسم الرب يسوع للمرة الثانية. أهلا وسهلا بك أخ عماد. طلبت منك في هذه الحلقة تخبرنا كيف تعامل الرب معك ورحمك وخلصك، فرح أسألك عن اختبار الخلاص. ممكن تحكي لنا كيف الرب تعامل معك حتى أصبحت خليقة جديدة؟ زي ما ذكرت في بداية البرنامج إنه الرب بيستخدم ظروف أو أشخاص أو الكتاب نفسه أو حدث معين في حياة الإنسان حتى يجتذبه لمعرفة خلاصه ولدخول ملكوته. الحقيقة الواسطة الأساسية اللي استخدمها الرب في حياتي حتى يعرفني في سر فداء وخلاصه ويعطيني الحياة الأبدية هو كان موهبة القراءة والاطلاع على الكتاب المقدس بصورة مباشرة. بذكر قبل 14 سنة في سنة 80، مطلع سنة 80 بالتحديد، كنت أشتغل بعيد عن البيت في المحاسبة، وكان عندي وقت كافي أنه أقرأ وأكتب وأرسم. وبهاي الفترة خلال اطلاعي على كتير من الكتب لأدباء عالميين وعرب أيضا معروفين، وجدت أنه في كتابهم ماخدين كتير من كنوز الكتاب المقدس، مطلعين لا سيما على تعليم المسيح، وماخدين من هذا الغنى من هذا الكنز وحطينه في قالب جديد حسب أسلوب كل كاتب كتب قصة أو كتاب معين. وخطر ببالي أنه لما أعود للبيت، كنت أرجع كل مرة بالشهر للبيت، لازم أدور على الكتاب المقدس وأقرأه أنا حتى أخذ مباشرة من هالحكمة الموجودة في هالكتاب مباشرة لمؤلفاتي وإلي شخصيا. وتذكرت وأنا كان عمري 7 سنين، ولد صغير، كانت ستي تجلس قدام البيت في الساحة وتقرأ في الكتاب المقدس، وقلت بس أروح بدي أدور على هذا الكتاب اللي كان عندها لأنه هي توفت وأقرأه. وبالفعل بعد شهر روحت على البيت دغري، بس وصلت مساء دورت في البيت عن الكتاب المقدس وجدته وابتدأت أقرأ فيه وأخذته معي وين كنت أشتغل هناك، وابتديت أقرأ الكتاب المقدس قراءة دقيقة، قراءة بطيئة، قراءة فيها استيعاب كامل من العهد القديم والجديد. ابتديت أقرأ مثلا في الأسفار الشعرية المزامير والجامعة ونشيد الأنشاد، ابتديت أقرأ أيضا في الأناجيل، في سفر الرؤيا، في سفر حزقيال، كلها هاي بصورة متراصفة وكثيفة مع بعضها البعض. وكان غاية الأساسية هو فقط أنه أخذ الحكمة والشعر والأدب الموجود في الكتاب المقدس، لا أكثر وأقل، لا عن تدين ولا عن إيمان ولا عن أي هدف بتعلق في أمور روحية بالمرة. فما هو الاكتشاف اللي اكتشفته من خلال قراءتك للكتاب المقدس؟ بعد حوالي 6 شهور من قراءة متواصلة تقريبا لكل الكتاب المقدس، وقراءة كمان عدت بعض كتير من المقاطع المهمة لا سيما في العهد الجديد من حياة المسيح، وجدت على أنه في إشي بالكتاب المقدس أهم من الحكمة ومن الشعر والأدب. في إشي اسمه حياة، في إشي اسمه مصير أبدي، في خالق، في دينوني. وبعد هاي الفترة تغيرت دوافع قراءتي للكتاب المقدس، ابتديت أبحث عن سر الخالق والخليقة وليش إحنا موجودين على هالأرض وشو غاية الله إذا كان موجود بالفعل، شو غايته من وجودنا على هذا الأرض، ليش أوجدنا وخلقنا. وبالفعل حدث معي زي ما حدث مع المثل اللي ذكر الرب يسوع عن إنسان يشبه ملكوت السماوات، إنسان بيعمل في حقل، وهو يعمل في الحقل ربما كان يزرع، ربما كان ينكب بئر معين، ربما كان يحرث أو ما شابه. وبما إنما هو كان يعمل في الحقل وفي الأرض وجد كنز،
ولما وجد هذا الكنز من فرحه خبأه وراح مضى وباع كل إشي واشترى هذا الحقل حتى يملك هذا الكنز. بالفعل أنا ما كنت في الكتاب قراءتي واطلاع على الكتاب المقدس غايتي الأساسية هي الإيمان على الإطلاق، لا، كان عندي دوافع أخرى لمجد شخصي ولأمور الأدب والحكمة والشعر والرسم. ولكن شفت على أنه بعدها بديت أفكر شو المصير، شو مصير نفسي أنا إذا متت وغادرت هاي الحياة، وابتديت بالفعل أقرأ الكتاب من وجهة جديدة. أخ عماد، أنت بتقرأ في الكتاب المقدس، خلينا أصيغ السؤال بطريقة تانية، هل كان في عقبات أمامك بتحجز أو بتمنع أنك تأخذ قرار مع أنك اكتشفت أنه في دينونة، في خلاص، في هدف في هذا الكون للخليقة؟ هل كان في عقبات أمامك اللي كانت تعيق أو تمنعك أنك تتخذ المسيح ربا شخصيا لحياتك؟ أكيد كان في عقبات أساسية في قبولي لمحبة المسيح في خلاصه وفي ربوبيته في حياتي. طبعا كان هناك كإنسان بعيد عن الإيمان وعن الله قبل ما أتعرف على المسيح، كانت في خطايا كثيرة، بعيد عن الله، بعيد عن حياة الإيمان. ولما ابتديت أقرأ الكتاب المقدس، كلمة الله اللي ملأت ذهني وملأت قلبي صارت بصورة تلقائية وحية مع عمل روح الله، تخليني أترك كثير من العادات والخطايا اللي كنت سالك فيها. ابتديت أبتعد من الظلمة وأقترب للنور. ما كان عندي عقبات من جهة العقيدة إنه المسيح كونه ابن الله، كنت مؤمن أنه الله موجود، أنه يسوع اللي ظهر في الجسد هو بالحقيقة ابن الله الأزلي، وكنت مؤمن أنه أنا بالحقيقة خاطئ ومنفصل عن الله. ما كنت أبرر ذاتي لأنه بالحقيقة كنت مدرك أنه أنا إنسان خاطئ، وكلمة الله كشفت لي هاي الحقيقة بصورة واضحة وجلية جدا. فما كان عندي عقبة في إيماني من جهة أنه الله موجود، أنه المسيح قدوس، إنه المسيح هو ابن الله، وإنه المسيح مات عن خطايا العالم وكمان مات عني أنا شخصيا. فاستطعت بتعامل روح الله وكلمة الله إنه أتوب عن كتير خطايا في حياتي، وابتديت أترك العالم وألتجئ للمسيح اللي شفته بالفعل معلق على الصليب كفارة وغفران لخطاياي. قبلت المسيح مخلص، ولكن بقيت العقبة الرئيسية والأساسية اللي بتفصلني عن ملكوت الله وأنه أتصالح مع الله وأنال الحياة الأبدية منه، هو قبولي للمسيح كرب وسيد على عرش قلبي وحياتي. كان سهل أنه أقبل مخلص شخصي لأنه فهمت أنه أنا خاطي وهو قدوس مات لأجل على الصليب، وأنه بدمه الطاهر أنا تمتعت بالغفران. ولكن أقبله كرب على حياتي أعيش لإله، هذا كان صعب. ليش؟ لأنه على مدى 22 سنة من حياتي ما أتقابلت مع شخص مؤمن عايش الكتاب المقدس والمكتوب، مع أنه كنت قريب من أجواء هناك في مسيحيين إسميين وأيضا أشخاص من خلفيات غير مسيحية، لكن لم أكن أعرف شخص اللي عايش الكتاب المقدس، عايش التكريس الكامل، عايش الحياة المسيحية. ولما قرأت في قول بولس الرسول إنه المسيح مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام، فهمت إنه لازم أعيش لأجل المسيح، وإنه آمن بالرب يسوع فتخلص يعني عيش للرب يسوع. فهمت إنه الإيمان إنه أعطيه قلبي. كان صعب عليه أعطيه مواهبي، كان صعب أعطيه كل وقتي، كان صعب عليه أعطيه كل قلبي وحياتي. لكن استمريت في الصلاة لأنه اكتشفت في الكتاب المقدس في وسيلة نطلب فيها المعونة من الله لما إحنا منكون في حاجة شديدة لا سيما لخلاص نفوسنا. فابتديت أصلي إنه الرب يتعامل معي، إنه الرب يفرجيني مؤمنين حقيقيين عايشين للمسيح كليا حتى أستطيع أخذ هاي الخطوة. بالفعل الرب ابتدى يتعامل بهاي النقطة حتى أعطاني نعمة في يوم من الأيام وأنا أقرأ في الإنجيل
إنه أقبلوا رب لحياتي. وإيش اللي قرأته تنو غير حياتك؟ وصلت في أحد الأيام بعد ما رجعت للبيت بعد غيبة حوالي شهر عن البيت، رجعت يوم الجمعة المساء بذكر، واستيقظت السبت تاني يوم سبت كان صباحا بكير، وابتدأت أقرأ في هذا اليوم في الكتاب المقدس. كنت أقرأ في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر لما الرب يسوع دخل لبيت مرتا اللي هي أخت لعازر اللي أقام من بين الأموات، وقال إنه كانت مرتبكي في خدمة كثيرة، وكانت لمرتا أخت اسمها مريم جلست عند قدمين الرب يسوع وكانت تصغي لتعليم وأقوال الرب يسوع اللي جاء يعلن سر الخلاص والفداء العظيم. ولكن مرتا قالت للرب: يا رب، أما تبالي إنه أختي تركتني أخدم وحدي؟ كلها خليها تيجي وتعيني. وأنا فكرت، وقفت عند هنا ورفعت راسي وعناي وتوقفت عن قراءة الكتاب المقدس، وخطر ببالي أنه الرب بالفعل رح ينتهر مريم ويقولها بالفعل قومي ساعدي أختك. لكن استغربت لما رجعت وتابعت القراءة، الرب جاوب جواب عجيب لمرتا، قال لها: مرتا مرتا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. قديش قرأت كتب كثيرة، شعر أشعار كثيرة لأدباء وعظماء كثيرين جدا معروفين في هذا العالم كلهم، لكن أثروا تأثير عقلي وذهني. أما عبارة صغيرة قالها الرب يسوع المسيح اللي هي الحاجة إلى واحد، كانت كافية أن تحطم كل الحواجز القلبية والداخلية، تهدم العالم كليا من قلبي وتخليني أعيش إله وأقبله، مش بس مخلص بموت الكفارة عن خطايا الصليب، كمان أقبله رب على عرش حياتي حتى أعيش إله، لأنه هو اشتراني بدمه الثمين، والحق إله وحده أنه يملك حياتي ويملك مواهبي ويملك كل شيء، له المجد. أخ عماد شكرا جزيلا، سنواصل حديثنا بعد قليل. إخوتي وأخواتي، هل تعلم أن الكتاب المقدس يقول: لا أحد يستطيع أن يقول رب إلا بالروح؟ فكثير من الناس لربما تعترف الاعتراف العقائدي عن المسيح، لكنها لم تجعل وتتوج المسيح ربا على حياته، وهذا ما يجعل مختلف في الإيمان المسيحي. دعونا نستمع لهذه الترنيمة للأخ مفدي موسى. أريتني الحب العجيب
لموتك فوق الصليب. ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي. أريتني الحب العجيب باديا فوق الصليب فوق الصليب. أخوة وأخوات، سنواصل حديثنا مع القس عماد خوري. أخ عماد، بينما تقرأ في الكتاب المقدس، شو أكثر شيء اللي جذبك من خلال قراءتك في الكتاب المقدس؟ الحقيقة أكثر شيء جذبني في الكتاب المقدس هو شخصية المسيح. لماذا؟ المسيح في انقلال حياته وتعليمه ظهر لي أنه واضح، نور، في عنده اليقين، فيش ارتياب ولا تردد ولا شكوك، بيظهر الحقائق بصورة كاملة، بصورة واضحة، بدون أدنى أي أدنى شك على الإطلاق. مثلا عندما يتكلم عن القسم يقول هناك: ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وضع الوضوح والحسم بين موقف النعم نعم ولا لا. عندما أراد مثلا أحد الأشخاص أن يتبعه وطلب منه أن يأذن له ويذهب إلى بيته ويدع أهله، قال له: من يضع المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. وعندما أيضا مثلا جاء الشاب الغني وأراد أن يرث الحياة الأبدية، نرى أن المسيح بكل وضوح يضع إصبعه على مكان العلة اللي تمنع دخوله إلى ملكوت السماوات، وقال له: يعوزك شيء واحد، وحدد له هذا الشيء، هو المال ومحبة المال التي كانت في حياته. فالمسيح نور، قدوس، طاهر، في تعليمه اليقين، عدم الارتياب وعدم الشك. عندما مثلا في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 يريد أن يوضح لأتباعه وتلاميذه عن الطريق أو الصراط المستقيم، يقول هناك: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فالرب يسوع يقول أن عن نفسه أنه هو الطريق، هو الحياة الأبدية، لأنه فيه كانت الحياة وبغيره لم يكن شيء مما كان. فأكثر شيء جذبني في كلمة الله وفي الكتاب المقدس هو شخص المسيح. أحببت المسيح من خلال هذه المواقف وهذا التعليم، وأنه ممكن الإنسان يطمئن ويرتاح ويتيقن من جهة خلاصه، أنه يعتمد على شخص هو نور وقادر أيضا أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به
إلى الله إذ هو مكتوب عنه حي في كل حين. وشيء آخر جذبني في المسيح أكثر وأكثر أنه فيه في تحدي لكل العالم، لكل الجنس البشري، لكل الرؤساء والناس الذين كانوا حوله. قال لهم: من منكم يبكتني على خطيه واحدة؟ لا أحد. المسيح قدوس بلا شر، بلا دنس، بلا عيب، انفصل عن الخطاة وصائرا أعلى من السماوات. هذا هو المسيح الذي تنجذب قلوبنا إليه عندما نقرأ عن حياته وتعليمه في كلمة الله الموحى بها. حقا يا أخ عماد، لربما تجد علة في جميع الأنبياء، لربما تجد أخطاء في شخصيات كبيرة كإبراهيم، كموسى، كشخصيات أنبياء كثيرين، لكن لا تجد علة واحدة في المسيح. وبالواقع لا تجد أي شيء يخجل أو يحرج في شخص المسيح. كثير مرات لما بتتحدث عن نبي عظيم بتراقب حياته أو بتلاحظ بتدرس حياته بتلاقي علل، بتلاقي أشياء بتستحي بتخجل إنك تحكي عليها. لكن في شخص المسيح نستطيع أن نقول بكل جرأة، بكل جهارة، لا يوجد أي شيء يحرج أو يخجل أو شيء إنك بتنكس الرأس إنه عمل خطأ معين. فنفتخر بالمسيح بكل يقين وبكل سرور، حقا إنه بلا خطية. آمين. أخ عماد، نصيحة أخيرة للإخوة المشاهدين. النصيحة هي نصيحة الكتاب المقدس، أن يأتوا بقلوبهن إلى الرب. الكتاب المقدس يقول: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. عندما نأتي بقلوبنا ونعطيها إلى المسيح لكي ما يملكها، سوف يعطينا قلوب جديدة، قلوب ملآنة بيقين الغفران بدمه ومن بركات الله ومن فرح الله، ويعطينا أيضا اليقين أنه إحنا تصالحنا مع الله القدوس، لأنه مكتوب: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فقط المسيح ابن الله القدوس بدمه الكريم عندما نقبل مخلصا وربا في حياتنا يستطيع وحده هو أن يصالحنا مع الله ويعطينا سلام من جهة ضمائرنا، من جهة الله، وأيضا من جهة قريبنا الإنسان. أخ عماد، شكرا جزيلا والرب يباركك. إخوتي وأخواتي المشاهدين، نشكر الله لأجل تعاملات الرب مع كل شخص يشاهد هذا البرنامج. لربما سمعت كثيرا يقول كتاب: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، وليس بأحد غيره الخلاص. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. تعرف، لربما عندك بعض العقبات، صلي إلى روح الله كي يتعامل ويزيل هذه العقبات. ومن خلال خدمتي في الكرازة المسيحية وجدت أنه بعض العقبات اللي بتواجهها الناس الكبرياء، في أشخاص عندهم كبرياء لا يريد أن يتواضع أو أن ينسحق ويتعامل مع خطة الله، بل يريد أن يخلص بطريقته. عائق آخر وكثير من الناس هو الجهل، يتهمون بالتحريف ويديننا ولا يريد أن يفهم الكتاب المقدس لسبب الجهل. عائق آخر، كنت أتحدث مع شخص من خلفية غير مسيحية وقال إنه المسيح هو شخص كامل وأنا لا أستطيع أن أترك الخطية في حياتي، فهو مطلب كبير فأنا لا أستطيع. أحبائي، إن المسيح يحبك، يريد أن يخلصك، تعال إليه وهو يعطيك الحياة ويقين الغفران. إلى اللقاء.